محافظ صلاح الدين يشارك أهالي الضلوعية احتفالية يوم النصر على الإرهاب، ويؤكدون قوة العراقيين أفشلت مخططات الفتنة المجتمعية. توقيتات نهائية لتشغيل مشروع مجاري بيجي بمواصفات فنية عالية، واستعدادات مبكرة لإنجاح موسم الحنطة لهذا العام. البيت السياسي الشيعي يرفض سيناريو التجديد للمحافظين ويلتزم إنجاح مشروع الخدمة العامة لحكومة السودان. رئيس البرلمان الجديد على طاولة الكتل السياسية اعتباراً من الثلاثاء، وتركمان يصوبون نحو منصب محافظ كركوك.